عايزه اقول لكم حاجه، وحاجه مهمه والله من قلبي، ما بهاجم حد. سياده نائب المحافظ سياده اللواء احمد تيمور راجل محترم جدا، عملت معاه لقاء، وبعد ما عملت اللقاء الظاهر ان هو انسحب من اللقاء، والظاهر ان هو كان عايز يستفيد او يديني معلومه تانية. فركبت عربيتي قبل ما اعرف يعني انه عايز كده، ركبت عربيتي وخلصت شغلي وماشيه، لقيت اتنين كبار جدا، انا ما اعرفش دول ايه، يعني ما اعرفش اللي بيشتغلوا مع نائب المحافظ دول ايه، امناء شرطه ولا ناس عاديه كده من المحافظه ولا ايه. بحط ايده على كتف السواق، واحد بيلف من الناحيه التانيه، بص لي كده بيقول لي كلمي الباشا. انا قلت باشا دي بقى داخليه، بس يعني اكلم الضابط هيتقبض عليا مثلا وليه بالطريقه دي؟ قلت له مين الباشا؟ قال لي كلمي سيادة النائب محافظ. قلت له لا، بالطريقة دي مش هكلم حد، وأنا ما عنديش حد باشا. راح الراجل الناحية التانية دي مخبط على، فقلت له اطلع يا محمود، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله وحياة ولادي اللي بقوله ده حصل. راح الراجل الكبير قوي الناحية التانية ده مخبط على العربية، بقول لك مش هتمشي مش هتمشي، بنقول لك تكلمي الباشا يبقى تكلمي الباشا. انا نزلت من العربيه قلت له مش هكلم حد مش هكلم حد، انا ما عنديش سيد. وبس عشان اذكر الموضوع ده ليه انا بقول الكلام ده، عشان سياده اللي هو جيب نفسه زعق لهم جامد قوي ووبخهم، وقال لهم انا قلت لكم انها يعني انا عايزها في حاجه، ما قلتلكوش تتصرفوا معاها كمتهمه كده. والحقيقه كان راجل مهذب جدا جدا ولطيف جدا. ليه بقى بقول كده؟ عشان اذا كانت فعلا الثقافه اتغيرت فهي اتغيرت على اللي فوق، ان اي حد جاي يمسك منصب فاهم ان مصر ما بقتش زي زمان، ما فيش فساد، ما فيش باشا وحد قليل، ما فيش نفوذ، ما في قانون. بس للاسف اللي لسه تحت دول مش فاهمين ده، هو لسه عايش في عصر الباشا، ولسه لسه عايش في عصر ان عبد المأمور، ولسه عايش في عصر ان لما الباشا يؤمر يطاع، وان انا هنزل اكلم الباشا. انا كل الناس فوق راسي من فوق، لكن ولا انا احسن من حد ولا حد احسن مني. وبقولها كتير، انا ما بكلمش بشوات وما عنديش أسياد غير القانون، ومرة تانية بشكر سيادة اللواء أحمد تيمور على إن أنت يعني وبختهم وهم واقفين، من فضلك تبقى حريص على إن هم إذا كان تعاملوا معايا أنا كده أمال هيتعاملوا مع أصحاب الكافيهات والناس اللي في الحي إزاي.